هلا انا عندي السؤال، عم بيقولوا اليهود سؤال، واخبرنا طبعا من ضمن الاسئله، انا عم بعطيك السؤال، واخبرنا كيف ماء المراه وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه؟ هذا السؤال من ضمن الاسئله اللي سالوه اليهود. جاوبهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام، قال: هل تعلمون ان ماء الرجل ابيض غليظ، وهذا معروف اظن ما بده علمي، وان ماء المراه اصفر رقيق، اصفر رقيق، تمام؟ طيب نحن لما جينا نحن بعام 2008، تمام، 12 جون 2008، اكد العلم ان ماء البويضه اصفر رقيق، يلي هو هيدا، تمام، يلي هو هيدا. ممكن تقول لي كيف عرف النبي محمد عليه الصلاه والسلام انه ماء المراه اصفر رقيق؟ تفضل. لا مستنيك انت تقدر تكمل، انا اسمعك لحد الاخر. خلصت، انا سالتك السؤال، انا عرضت لك الدليل، وعم بسالك الان، عم خاطب عقلك، كيف عرف النبي محمد عليه الصلاه والسلام اذا ما كان عنده اجهزه طبيه، تمام، ولا مختبرات ولا اطباء ولا حدا قال عن هالمعلومه قبله، كيف عرف النبي محمد عليه الصلاه والسلام الذي كان لا يقرا ولا يكتب؟ امي، تفضل يا استاذ. يعني الانسان ما فيهوش عين؟ كيف عرف؟ ما فيهوش عين، انا مش هفتي واقول لك كيف عرف، بس ما فيهوش عين. كيف يعني ما فيهوش عين؟ مش فاهم. ما فيهوش عين يعني ان هو شايف مثلا؟ يا استاذ نحن عم نحكي على بويضه، 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 لا مؤاخذه اخويا منير حبيبي، يا مينا، هذه البويضه داخل رحم المراه في قرار متين، ما حدش يقدر يشوفها، دي حاجه ما بتنزلش، دي حاجه ما بتنزلش بره جسد المرأة، دي جوه على طول، دي إما بتنفجر البويضة دي إذا لم يتم تلقيحه بينزل دم وخلاص، يعني دي لا أحد يراها، الماء الذي يخرج من البويضة هذا لا يرى، ده في قرار متين. أما السائل المنوي الذي يخرج من الرجل، هذا رجل يعني رجل يراه، لكن هذا الماء الأصفر اللي يخرج من البويضة ده أبدا ما حد بيشوفه، أبدا، الا مع الطب الحديث لما ابتدوا ياخدوا البويضه عشان يبقى في تلقيح صناعي دلوقتي. واضح اخويا مينا؟ كمل اخويا مينا. لما انتظر اجابه من الاستاذ مينا. انا لا مش هجاوب، بس يعني اسمع كده. استاذ انت بدك اياني انا اللي اسال وانا جاوبك؟ لا انا بس اسمع للاخر. انا خلصت؟ انا عم بسالك هلا سؤال. كمل. لا انا بدي اياك تجاوبني واحده واحده لو سمحت. انت جايب لي يعني جايب لي حاجات مذكوره من عندك، انت انا سبتها ازاي يا استاذ؟ ما عندك انترنت يا استاذ؟ عندي انترنت. بص يا امير، في مصر حلو. بص يا امير، دلوقتي الشيخ منير حبابه أراد أن يثبت لي مسائل ما أحد يعلمها وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان دليل على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة. بكلمة ربنا للإنجيل والنحل دلوقتي. طلع لك، هل أنت مقتنع؟ يلا. بعيد، ما عم بسمع يا أستاذ، ممكن تعيد شو عم تقول؟ ما عم بسمعك. سمعنا الشيخ منير، الشيخ طارق ازاي؟ لانه هو حاطط سماعات، انا ماني حاطط سماعات يا استاذ. تمام. حلو، اطلع لك ايات تثبت يعني اللي في ديننا احنا، في اياتنا احنا، في انجيلنا احنا، يثبت لك بكلام حصل دلوقتي وغير موجود من 2000 سنه، مش من 1400. انت مسيحي؟ اهو انت مسيحي؟ اهو مش انت قلت لي انا على اساس انه انا ملحد؟ طب ما ملحد، انا اقتنع ازاي ايات من عندك؟ لا اله الا الله، عرفني بيها. الملحد يؤمن بالعلم يا استاذ، وحكيتك بالعلم. علم، لكن انت جايب لي من ورا يعني اي حاجات من زمن الزمن تقول لي دي موجوده احنا عندنا وهو تنبأ بيها. طب ما انا اقول للملحد بقى ان في حاجات من الانجيل وفي حاجات من اليهوديه وفي حاجات من اللي بيعبدوا البقر بيقولوا كذا 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 وتنبأوا بيها وده كذا كذا، وكل ما عنده في المعتقد بتاعه عنده دلائل كثيره جدا. هو معتقد كده. النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال المراه اصفر رقيق. تفضل. اللحظات الدينيه دليل بعد اخبار الله.
يعني الأستاذ عنده مجال إنه يبحث ويعطيني دليل عشان يطعن بكلامي، بس ما عنده الاستطاعة إنه يبحث عن كلامي ليأكد. هذا هو المكابر يا جماعة. معلش شيخنا منير، معلش صبرا شوية مع مينا، يعني صبرا شوية. أنت يعني بسم الله ما شاء الله من كلامك مع الضيف اللي كان قبل كده ظهر إن أنت عندك طريقة جميلة وطول بال، فعلى هادي على هادي يعني. يا شيخنا أنا 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 أهدى واحد على التيك توك بفضل الله. عارف أنا... عارف والله انا احسدك على هذا الهدوء الجميل. خلينا نشوف. الله يبارك في عمرك. وانا انا اتعلم منك يا شيخ مين. الله يرفع قدرك يا حبيب قلبي. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك يا غالي. سمعنا شيء؟ طلع الدكتور رومي. حاضر. وانا هنزل. ليه يا شيخ؟ ليه؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي ما تسالش عني وانا مش زعلان منك. انت حبيبي وقدوتي واخوي الكبير وعلى راسي. يعني كل ما يحكوا لي حساب بفتح حساب جديد وبقعد ادور على احبه يعني بلا ما اخذ. ما شاء الله. حبيبي دكتور رامي. الله يعزك يا دكتور. الله يكرمك يا شيخ. شيخ منير، شيخ منير يعني سبحان الله سبحان الله. الله يجعلها كلها في ميزان حسناتك يا رب يا رب، يجعلها حجة لك يوم القيامة لا حجة عليك. كل هاي المجد يعني أن تعطي نبوءة أو معجزة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لك طب تمام وإحنا عنا كذا وإحنا عنا كذا، تعطيه كمان نبوءة وكمان نبوءة وكمان نبوءة أو معجزة. يعني معقول كل هاي المعجزات اللي عددها كبير اكتشفت في منها لم تكتشف؟ معقول كلها صدفة يا أخي؟ يعني سبحان الله، ربنا لما ميزنا عن الحيوانات أعطانا عقل للتفكير. ولكن خلص، في من هؤلاء مثل الأخ مينا يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. يعني مثل ما حضرتك قلت، لو الملك جبريل عليه السلام ينزل أمامه لا يقول لا، لا يظل يعاني. من الناس اللي بيقول لك لو المسيح بذات نفسه ينزل ويقول لي أنا مش إله راح أظل أعده. هي بس مسألة عناد. سبحان الله. تفضل يا استاذ مين. ليش؟ انت هنا بتتكلم عن عقيده عن ايمان، بكره بدك تقف امام الخالق امام الرب الكبير في السماء، شو بدك تقول له؟ شو بده يكون جوابك يا مينا؟ ليش عاندت بعد ما اقيمت عليك الحجه والبرهان؟ شو بدك تقول له؟ الله المستعان. بس الله المستعان. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. اللهم امين. المهم طمنا عنك يا شيخ. والله مشتاق لك. كيفك حبيب القلب؟ حبيبي والله احنا من حساب لحساب الحمد لله. الله يعينك الله يعينك يا غالي. الله يعينك. بين الله اللي بده يحاور اليهود بده يتحمل. لا طبعا. الله اخبث ام مفرك على الارض. الله يعينك يا قلبي. الله يعينك. تفضل يا اسمعني معنا. تفضل يا اسمعني. أستاذ مينا سمعني؟ تفضل. أستاذ مينا يا أستاذ مينا can you hear me؟ نزل الشيخ مينا. طيب ما في مشكلة. طيب. تفضل يا أستاذ مينا. سمعنا الشيخ منير؟ تفضل يا أستاذ مينا. معلش أنا كنت بجيب الآية لأن أنا مش حافظها يعني. كنت عارف معناها الحرف لكن معناها العام لكن مش عارف كلمات الحرفين. بيقول لك إن هو تأتي ساعة يظنون فيها يقتلونكم ويظنون فيها. وين هذا الاستشهاد؟ انهم يقدموا خدمة لله. وين هذا الاستشهاد؟ وين؟ اي اصحاح؟ اي انجيل؟ اي سفر؟ يوحنا 16. يوحنا 16 كم؟
يوحنا 16. العدد كم؟ النص رقم كم يا أستاذ؟ رقم 16 بقول لك، واحد إصحاح الأول. يا حبيبي الإصحاح رقم 16، العدد كم؟ الآية رقم كم؟ أنا سمعته قال إذا أنا مش غلطان. لا هو من هو ملخبط، هو ملخبط. حياك الله أخي سيلفر، معلش يا أخي منصور، معلش. لا أصلاً الإصحاح 16 العدد الأول ما بيقولها. ها عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي هلالي. أستاذ مينا، هلو. أستاذ مينا خلي يبحث، خلي يبحث، مش يعني طيب ماشي حج جوجل عامل عمايله.